السلام عليكم. بس ديرين يعني عشان دير غاري هراين شاي وصين دي عشان موتك داري عشان هاي بيسا شغاميني بروكو عشان دنيا هاي كاتنا يوز كان عشان تقريبا 17-18 نفر عشان دين دي غاري هراين شاي وصين يا في بازار كان عشان داري لبسين يا مداري ديكا غاري سار جاغان دو ديكا عشان داري دولي شاشين يا أفر نيسار تشين دوك دو دفر مانشان دار دولش تشين يعني كاس كاتان سيو تنشوه دفر مانشان دار دولش تشين داس روپ كيراي كين دو يا مانشان مين روپ بنا داس داس حساب چين داس ريال كيراي كين دو ديان غادي نشاط بيا دولة شاشة ديان غادي ثوري نشينا غادي دي كنا بجاك سبعة دي كده توكس يا دي هاي جي سر مو توكس ونس دولة ونس نشداره ما شان هاي جي سر داره شينا ده ما دي هاي جي سر अभी रुके हैं यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत यहाँ से रिफ्रेशमेंट उठा लिया यहाँ से ये शहर का व्यू यहाँ पे अब यहाँ से हमें पैदल चल के जाना है यहाँ पे यहाँ से ऊपर इस तरह से सीढ़ी बनाई हुई है यहाँ पे चलने के लिए غار هيرا مختارو بغار بسم الله ماشي مصطفى ماشي مصطفى ده يوم التمام غار ايه آقا دو 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 دون لبزو يو 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 دون لبزو دون لبزو شكريا 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 أتي بالتستان بس كاردو بقى تندو جا خونا دي كا يوم سبين سوك غاره هراي كا دو دو زر ستة زر ست دولان دولان جو يا تال نواجس लगभग आधा रास्ता हमने मुकम्मल कर लिया है चढ़ लिया है अभी और है आधा रास्ता हमारे दूसरे हाजी साहिबान भी नीचे से आ रहे हैं यहाँ पे आपको पानी हर जगह मिलेगा आपको रास्ते में यहाँ पे नींबू शरबत भी मिल रहा है आपको यहाँ पे यल्ला 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 बिस्मिल्लाह यल्ला हबीबी 4-5 रियाल में आपको नींबू शरबत भी मिलेगा एक दो रियाल में आपको पानी का बोतल भी मिलेगा अली किताब साहब और जनाब अली अली सर
موت نہیں عمر وشد پہ او کوئی کا موت نہیں عمر وشد گیا موت نہیں ہونا کدن سات پہ پہنچیں دو پہ اے گن لا موت پہ چڑھائی زو میں چڑھائی دکان چڑھائی اتنا سفر ہم نے طے کر کے ہم ابھی یہاں پہ پہنچے ابھی ہمیں اس سے اوپر جانا ہے یلا اتنے گاپ گاپ یہاں پہ سیڑھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں سے ہمیں اوپر جانا ہے ابھی یہاں سا لپس ہوتا سب ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے پیر یا مان چی یہاں شیا ابھی یہاں سے چڑھ کے ہمیں پورا اوپر جانا ہے ابھی وہاں سے کتنا دور ہے کچھ معلوم نہیں یہ ہے یہاں سے اس کا بیک سیٹ ابھی ہم نے تھوڑا بہت یہاں پہ ریفریشمنٹ کر لی تو ہم ابھی پھر سے چلتے ہیں اوپر انڈی پینے یہاں سے اوپر چڑھ کے جانا ہے ہمیں ہمارے کئی بندے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں سے بھی اوپر جانا ہے چلو لگ بھگ کم سے کم یہاں پہ ایک پلین سا دکھا یہاں پہ ہم تھوڑا بہت آرام کر لیں گے ہمارے حاجی صاحبان بھی ہم سے پہلے پہنچے یہاں پہ آرام کریں کیا تھا نیمبو پانی کھوچی نا دو گلاس پانچ ہزار دوسرے بندے لوگ نیچے تھوڑا ریسٹ کر لیں تو ہم سوچا ہم چلتے ہیں اوپر اب تو تقریباً پہنچ گئے بس تھوڑا سا ہی پتہ چاہیے چچا ابراہیم سب سے پہلے پہنچے یہاں پہ ہمارے گروپ میں سے سب آ رہے ہیں ابھی نیچے سے بس اب لگ بھگ ہم پہنچ گئے تھوڑے سے فاصلے پہ ہم پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم غار ہیرا پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر لیں گے
ये पूरा व्यू आप देख सकते हो गार हिरा के इस चोटी से, पूरा जो मंजर दिख रहा है मक्का के इर्द गिर्द जितने भी गांव जितने भी इलाके हैं यहाँ पे। थोड़ा यहाँ से नीचे चल के जाना पड़ेगा गार हिरा तक जाने के लिए। आप लोगों को गार का एक गार हिरा का एक मंजर दिखाने के लिए ले चलता हूँ। بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوما، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت هاك وأننا ناكر لكها والحشر حق والحساب هاك، والجنة والنار هاك، والوعد والمعيد بهما هاك. يا مولاي يا شفيع من خالفكم، وسعد من عتاكم، فاشهد على ما اشهدتك علي، وانا ولي لك بريء من عدوك، والحق ما رضيته. अभी हम सब सभी हाजी साहिबान यहाँ पे गार हिरा के यहाँ पे हैं। अभी हमने यहाँ पे ज्यारत की है, तो अभी हमें यहाँ पे हमारे कुछ सरदोस्त से हाजी साहिबान भी मिले हैं यहाँ पे। अभी हम सब मिलकर यहाँ पे ज्यारत पढ़ ली यहाँ पे। हाजी साहिबान वापस आए, वापस जा रहे हैं। वो शोश ये हम सभी हाजी साहिबान गए थे आज गार हिरा में। यस क्यों छे, आप मार गया चीगा दुख सिंह यो सर।